بجد يا ريت. بقول لك ايه يا عروسه، احنا بيتنا جاهز لاستقبالك. بعد اذنك يا بدران، انا عندي اقتراح. ايه رايكم يا اولاد تكملوا شهر العسل عندنا في البيت؟ انا شخصيا ما عنديش مانع، بس اللي يشوفه حزومي. انا بصراحه بقى عندي مانع. اقصد يعني احنا قضينا يومين حلوين قوي هنا كفايه، وبعدين اصل البيت وحشني. وبابا انا ما وحشتكش ولا ايه؟ انت وحشتني قوي يا بابا. وحشني. إن كان بقى على بدران بي هو كمان ياخد أجازة ويجي يقعد معانا كام يوم. بجد بجد يا بدران بي، المنصورية عندنا الجو فيها تحفة. ولا أنت بقى مش عاوز تبقى واحد من العيلة؟ أنا شخصيا ما عنديش مانع. أكلك تعب قوي مدام شهيرة. يعني إحنا عادة بناكل أورجانيك فود ومحسوب بالكالوري، لكن مفاجأة بقى، سلمى بتطبخ هايل. بجد يا سلمى؟ دي هوايه كده يا انكل. لا لازم تدوقينا في يوم. تدوقنا ايه يا بابا؟ ما تقدر احسن تسمينا ولا حاجه. قولي يا حازم، شكلك هفتان. حازم ركز في الحمام، ده مفيد جدا يشد العصب. حمام. حاضر يا عم. حاضر. كل جرجير، ده مفيد جدا. عمي انا تقريبا من اول القعده اكلت غيط جرجير. غيط جرجير. كل. حاضر يا عم. حاضر. طيب انا هقوم بقى عشان اتفرج على الماتش. ايه يا سلمى حبيبتي، معقوله تقومي وجوزك لسه بياكل؟ انا اسفه، ده بعد اذن حزومي طبعا. يلا يا جماعه هنشرب الشاي في الجنينه، انا عامل حته خلوه هتخلي اعصابكم ريلاكس. التماسيح دي انا جبتها من الهند. العلماء اكتشفوا ان الفصيله دي عضتها اقوى من عضه الديناصور 100 مره. هو باين. واكتشفوا كمان ان اللي يجي جنب بنتهم يقطعوا اسنانهم. طب واللي يجي جنب ابنهم بابا فين امال؟ وهتورط ابوه ليه؟ انت مالك؟ ما جايز خلفتهم كلها بنات. يلا من هنا. يلا يلا يلا. ده بقى الضب المصري، لسعه من ديله بألف كرباج. على فكره حماك ده يا اما سادي يا اما اهبل. ايه رايكم؟ حاجه جميله مش كده؟ هي جميله بعقل يا فؤاد. قول لي، هي دي الخلوه بتاعتك؟ طبعا، انا لما احب اهدي اعصابي اجي هنا في وسط التعابين والتماسيح. اما لما تحس تتوتر بتروح فين؟ الدريم بارك. ايه ده حكايه ابو لهب دي؟ ايوه. بقول ايه، يا ريت تخليكم انتوا الاثنين هنا تهدوا اعصابكم، وانا هروح البس طاسه الخضه في الاوضه. قول لي يا حازم. ايوه عمي. انت اعصابك متينه ولا في حاجه مقصره عليها؟ انا اعصابي زي الحديد عمي، بس ابوس ايدك نمشي من هنا. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادرة. دي مثلاً اسمها الزنبقة السوداء. عمرك شفت زهرة سوداء؟ هدي تمنها 10,000 دولار. أوف. إيدك. إهدى. قول لي يا حازم. أيوة عمي. أنت متأكد إن أعصابك حديد؟ عمي أنا أعصابي كويسة والله العظيم. شوف يا بطل، ليك عندي هدية زنبقة لو جبت لي بيبي صغير. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي، هي بنتك المصون سلمى. ده البيس والبروسي دي بتاع عندي عملوه الابارسه، ولاد الابارسه مش عايزين يصدروه. ده البيس حلو جدا. ايه ده انت لسه صاحي؟ اضرب بوقه كمان، بس اضرب بوقه كمان. ايه اللي مصحيك؟ تعالى، فيلم لذيذ قوي. لا والله بيضحك موت. والله عندك حق، هو الواحد محتاج يرسل من بيت الكئيب اللي احنا عايشين فيه ده. اضرب. ينفع؟ اضرب يا الحق. بقوا تلاتة. سمعنا صوتكو، قلنا نيجي نقعد معاك. اهلا اهلا. وانا بقى جايبالكو فيلم يتجنن، مش هتنسوه في حياتكو. طب شغلونا بقى يا ماما، ولا بلاش بلاش، ليكون حازم عاجبه الفيلم ده ومتابعه. لا 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 براحتكم، ده حتى الفيلم مش قوي يعني. اتفضل. اوكي هتنبسط جدا. بابا. نعم بابا. فيه. يلا بينا بابا قبل ما يتحولوا ويأكلونا. يلا بينا. ما هتحولوا ساكل. يلا. لولا ان احنا اصحاب انا ما كنتش جيت لك.
زي ما انتي عارفه اصل الموضوع حساس قوي ومحرج خالص. لا ولا محرج ولا حاجه يا حبيبتي ابدا. انتي عارفه الموضوع ده بيحصل دايما في بدايه الجواز. طب انتوا مثلا ما حاولتوش تقعدوا معاه؟ جايز عنده حاله نفسيه او جايز كمان انه متوتر شويه، واحتمال كبير قوي يكون في حاجه مضايقه. انا فعلا اتكلمت معاه بطريقه غير مباشره طبعا، ما اعتقدش ان عنده مشكله نفسيه. تبقى اكيد مشكله عضويه. وفي الحاله دي بقى احنا دكاتره الذكوره بندي المريض الاول في البدايه حبوب هيربل سترونج ميديسن، على فكره بيقولوا عنه قوي جدا جدا جدا. ايوه بس انا ما اقدرش اقول له خد حبايه كده على طول، بقول لك موضوع محرج جدا. ايوه ما حدش هيقول له كده ابدا ابدا، بس ممكن يعني يا فؤاد تحطه له في الشاي او حطه له في العصير او احتمال كمان تحطه له في الشوربه. يا سلام بقى لو كانت شوربه كوارع دسمه كده، تاثيره هيبقى سحري. كوارع يا بتقول لك مفعوله سحري. متشكرين قوي يا دكتوره، احنا هنتصرف. تحت امرك. ميرسي يا حبيبتي. اربار يا حبيبتي. دكتوره هو اي حد ممكن ياخد الحبايه دي؟ اوعى يا فؤاد انا بحذرك، الموضوع ده في سنك خطير جدا، له عواقب وخيمه قوي، احتمال جلطه واحتمال كمان. الله عليك فكره جن. انا فعلا من زمان نفسي قوي في الاكله دي، بس ما جبتش مدام شهيره وسلمى ليه معانا؟ شهيرة؟ يا خبر أبيض، دي منع دخول الكوارع البيت وسلمى بتتقرف منها. لو هي وش قرف فعلا بتقرف منها. على صحيح عمي، انت عرفت مكان مصمة العفش ده منين؟ العفش ده أحسن واحد في مصر يعمل لحمة راس. فضل جبت لك شوربة كوارع مخصوصة فؤاد باش عبال ما الطلبات تخلص. الله معلش عمي انا ماليش في شوربه الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني بتقلب معدتي. يا ابن الحلال انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي الحديد. يا عمي انا زي الحديد من غير شوربه الكوارع. انا شوربتي جايه طوعني مش هتندم. انا عايز اندم يا عمي مش هشربها. انا بقول لك اشربها. انا بس ناس ولا تزعلوا نفسكم انتوا الاثنين. الشوربه ايه؟ ايه الصعد ده؟ انا قلبي قايم نار 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 نار. عنايات يا عملي شاي دلوقتي يا بيه، الساعة داخلة على واحدة. معلش أصل أنا شوربة كوارع مسخناني قوي وتعبان شوية. حاضر يا بيه. ما تهدى يا فؤاد مش كده. أهدى إزاي بس؟ دي بتقول إنه خطر جدا للرجالة اللي في سننا، دي فيها جلطة، يعني الراجل ممكن يروح في طيس. ما هو طفس هو كمان. اتفضل يا بيه. بنت عنايات. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ انت ايه؟ انا اصل ما تجيبه بوسه. ايه يا بنت انت بتقوله ده عيب كده؟ استني استني. انت فاكرني ايه؟ افهمي بس، افهمي انا فاهم، اصل انا في لحظه تاريخيه ما بتتكررش كتير، صدقيني هاتي بوسه. يا لو عيب كده يا بنت؟ واحد في سنك عاوز يعمل الحاجات دي؟ لما هيجي المعجزه يا بنت اسمعي كلامي، تعالي راح فين؟ تعالي بس هاتي بوسه انت ما تعمليش حاجه، افهمي. لا يا بنت يا بيه كده يا بيه كده. يا بابا ايه اللي انت بتعمله ده؟ تعالي يا بابا. يا بابا سبت ايه اللي مرهقين يا بابا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ شفت يا بيه والدك؟ معلش معلش يا عنايات، بابا في سن اليأس. معلش يا شيخ انا في قمة مجدي. خلاص يا عنايات حقك حقك. عنايات خد خد عنايات. معلش حقك عليا. انا اسف انا اسف انا اسف. يا بابا بطيب بخاطرها. انزل يا بابا. يا بابا يا واحد دوري بابا. افرض لمت هدومها ومشيت هنعمل ايه؟ هنروح لها بيت للدرجات يا بابا. ايوه ايوه شربة الكوارع دي شربة فولاذية احيد فيها حاجات كانت ماتت من سنين. انا بنت الناس برضك يا بيه، كله اللي كده. انا هلم هدومي وماشي حالي. خلاص امسكي دول دلوقتي، انزلي نامي وانا هشوف الموضوع ده. يلا يلا. طب يا حبيبتي
احنا هنعمل اللي انت قلتي عليه فورا. باي باي، مع السلامه. ها قالت لك ايه؟ زي ما قالت لك يا حبيبي، جلطه وتصلب شرايين. احنا لازم يا حبيبي نديله حقنه دلوقتي علشان الشد العضلي اللي عنده. حقنه دي انا اجيبها منين دلوقتي؟ انا اعتقد ان بنتك على طول شايلها معاها علشان التمرينات. انا عارفه انها ممكن تكون في الحمام اللي تحت. انا هروح اسالها وانت انزل دور في الحمام. يا بابا ايه الاخبار دلوقتي؟ افتكر التلج ده هيجيب نتيجه. هيهديك شويه، هيهديك شويه. حاسب ايه دلوقتي يا بابا؟ نار نار نار، عماله تزيد. نار نار يا بابا، ده انت شويه وتبقى في الاسكيمو. نار ايه؟ اسكيمو ايه؟ لو سمعت كلامي وطلبتني المطافي كانوا ضربوني خرطومين جديد. لا يا بابا انت حتى جاي مش محتاج مطافي، انت عايز بوليس الاداب. ليه؟ بوليس الاداب ليه؟ هيظبطني مع التلج؟ اهدى بابا اجمد شويه، اجمد. ابوس ايدك. اجمد اكتر من كده، دي تبقى مصيبه. مصيبه. احنا مش بنتنا، احنا مش بنتنا، احنا مش بنتنا يا بابا، هنتفضح. دلوقتي يا بدران عمي، انت مين اللي قالك يا بابا في الحاله دي؟ انا هات حكيت لي. ادي الفضايح، ادي الفضايح، ادي الفضايح. معلش يا فؤاد، شوربه الكوارع دي كانت فكره منيله. ما يهمكش ما يهمكش، الشوربه برضه عملت معايا شغل جامد قوي. ايوه انت متجوز. خلاص اهدى اهدى يا بدران، انا هدور لك على حقنه هتريحك خالص. حقنه ايه يا عمي؟ ثانيه واحده. ايوه الحقنه اهي. حقنة ايدي يا عمي دي للشد العضلي، هتريحه خالص. ودي هتديها له فين؟ في الوريد؟ لا. يا نهار اسود. لا ايه ده؟ ايه ده؟ يوه، انت بتبص على ايه؟ لا بابا ما تقلقش نفسك، انت ما فيكش حاجه، انت زي الفل، زي الفل. حازم انا خلاص قلبي اتقبض من البيت ده، قلت زعلني قوي الفضيحه اللي فضحتها قدام نسيم. ماما فضيحه ايه؟ فضيحه ايه؟ ما تقولش كده. انا لميت الموضوع وقلت لهم ان دي كانت حقنه السكر. حقنه السكر؟ هو في حقنه السكر بتتاخد؟ اسكت اسكت يا بابا. قلت لهم ان دي كانت ظروف والعرق كان هربان. المهم الحمد لله عدت على خير. بقول لك يا بابا، ما تيجي اطلعها ونخلع من لنا السوق اللي احنا عايشينها. نعم انت جننت. والقرض كمان في مشكله. رؤوف لسه مكلمني من الشركه، بيقول ان مدير الائتمان في البنك عند فؤاد بغلبه كل شويه طلبات وضمانات. امال الجوازه الهبله اللي انا فيها دي لازمتها يا بابا؟ تنساش ان فؤاد لسه اجازه، اكيد لما ينزل البنك هيحل كل مشاكلنا. يا رب. طب يا بابا انا هسيبك تريح شويه. بقول لك ايه؟ ابعت لي عنايات. عنايات ايه تاني يا بابا؟ هي الحقنه ما عملتش مفعول؟ حقنه ايه؟ ما تفهمنيش غلط. انا عاوز اعتذر لها بصراحه. لما بشوفها مستريح. عنايات بتاع مين النسكافيه ده؟ ده النسكافيه بتاع حازم بيها وديهوله الاوضه. لا اديهولي انا وشوفي كده مدام شهيرة عايزه منك ايه. حاضر. يوه وات يلا بقى. التاني قال لك تسلم، الحكم قال فاول، المساعد قال لك براس. البنت في اشعاع، البنت في حاجه غريبه. سامح العيدروسي لمس الكره بدماغه فاشترك. ايه الباور دي؟ لا 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 ما نبدأهاش. انت بتكلم مين؟ يا كابتن مدحت، عايز اقول ان الجون ده اوف سايد اصلا. على فكره انا لاحظت حاجه غريبه قوي، ابوكي ده ليه حركات انا مش مستوعبها. كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني؟ انت مش هتشد حيلكم كده وتجيبوا لي حته عيل صغير؟ سيبك مني. لا المشكله مش في كده، المشكله في ابويا انا كمان. كل ما يشوفني يقول لي ايه يا ابني؟ انتوا مش ناويين تشدوا حيلكم وتجيبوا لنا نفس العيل الصغير؟ سيبك منه برضه. انت حرف ابوكي، انما انا ما اقدرش اكسر كلمه لابويا، ابويا عصبي ونيرف. انت هتستعبط؟ انا مش قايلك تنسى الحاجات دي خالص. اقعد بقى كده يا بابا وسيبني اكمل البرنامج. برنامج ايه؟ الماتش خلصان من 3 ايام والناس عماله تحلل. لا ده برنامج مساء الانوار، بنفضل كده مع الكابتن مدحت لبعد الفجر. لا والله. طب بقول لك ايه؟ ما تبلغ الكابتن مدحت شلبه كده، طالما بيعمل برنامج مساء الانوار وبيسهر بيه للصبح، يعمل لنا بالمره صباح الخيرات بدل ما يتشحطط في المروح والمجي، يبيت في المحطه.
بقول لك انا عايز اقول لك على كلمتين كده. انت اتجننت يالا؟ اه بصي انا اتجننت وعايز اطلع بقى جناني عليكي ماشي؟ باين عليك يالا مش هتيجي غير بالعنف. عرفت منين ان انا بحب العنف؟ والله الله ايه الخبط والرزع ده؟ ده جاي من ناحيه اوضه نوم الاولاد. ما تيجي نروح لهم ليكون في حاجه. اقعد يا راجل اقعد مفيش حاجه. عرسان جداد بقى وانت عارف ولا نسيت؟ لا ما نسيتش. حكم الواد حازم ابني ده ولد مجرم من غير شرب الكوارع. شكرا يا